ديجي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير اشتريت شوية حاجات وقلت ان انا اشارككم بيها النهاردة الحاجات دي رمضان كل سنة وأنتم طيبين آه جبت 2 كيلو من البني آه جبت كمان ارنب انا بحب الأنانيب بتبقى خفيفة على المعدة جبت كمان الفرخة دي اللي هي الفراخ الامهات البيضة الحلوة الجميلة دي فرخة بتبقى 5 كيلو 6 كيلو يعني بتبقى كبيرة في العزومات وسعرها بيبقى كويس جدا ومناسب وعلى قد الايد احسن ما نجيب دي كرومي كمان جبت فرختين من الابيض تمام علشان انا بحب الفراخ اللي هي الوسط دي يا اما اشويها يا اما احشيها فبحبها طيب قوي او اعملها الكنتاكي واقطعها ما تاخدش معايا ما يبقاش فيها دم وما تاخدش معايا سوى طيب انا جبت الحاجات دي منين طبعا انتوا شفتوا انا جبت الحاجات دي منين الحاجات دي يا جماعه من عند محمود الجبروني اللي هو فرع السيده زينب اتنين شارع المبتديان امام كنتاكي عند سوبيا الرحماني عند سوبيا الرحماني دي ارقام التليفونات بتاعته زي ما انتوا شايفين عليها كمان آآ واتس آآ عنده توصيل لاي حته في القناه